السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رالا هذا عروس بان مالمان كما قلنا جوار بان دوني ابقى له ان او دوني ويل عيسى محموده وترتني ابقى الولي قد صومالي يا سو قربنا مركا هلكاس واحد كسرابيا ماشي اهد في وين استوريا ابدا السلام يا سو دوال عندنا استاجنا وراركا عاو او غوريا دغال خرار او شلي كدعي ديغانك تشعبور إلا اللي سلق جاري ميل عن قضب كبور ريا كده جندور قضب كي قلبادو بحن بارسيا إذن إتوبيانا أولي قالي كلوريك مارد نغش هذا إنت عان أولاد ملقوير حدود ككلوري كلوريك ملقوير وليقا إنت عان أولاد أمريكا اسمه لهي وليقي إنت عان أولاد أوتري باويل إتوبيانا أو ساوقا فلن أو وطه صدح كل يا شنب قالوا إذا على كلا وريتنا ولا يسمعوا لكن وارك وين دعوة وين يدرس تايا قلب كاس وين من بيعوا يحكي على ما تمان ويا دي أنكور يا شري واحد عيد دجال خرار أو ده هي نمان كيل الكساء يا نمان كيل سعد دجال كاس خسارة وقبضا وهالحي طبعا لانك سعد كا إلى وامبرك ودي من نوري لا تنداوعة هالك للكساء وها داو عضو إلى يلحن إلا إلا يلحدش لمشاء يعفر داوعة واحد عضي إن ما أنت لقضي عيل كريج أي كيا لي دجانك تعبور ماشي ساعد كلا يك عيي واحد عمر يدين دروس تاجي يعني أنا على صاحب ما يبقى ما أنت قرآن كيس كنا حيو سعدة أو لا ده شيء وذات كي قال كعيل لقو قرحين كري نحوها مجيسي أنا معلن يراه أنا الشيخ معلن يراه وأنا أذو وين حوي على على هالك صور دي بحال من الدين دوستاي أنا وحي يعقوب الداهي وإتوس أو هي إتابسي هو يري وأنا دارو النهاي يري بيش سعد بين يبررخ من اللوم بحرا دقال كي شلي قسارة أدوين بان لغا سوغاري قسارة هاسنا إنا نهوي وينا أن أقول لغا نو أن دهنا ورن لغا سوغارة ما هي سيكالي أو قسارة وصو كما كرن مالي فانكا يبين تبيري سعد ويسكدهي ويلكاس ويل كلنا سوق ري سقنا سوق ري هديب يري هديب يري للكس يري أي بريرين أنا ونا واحد بلنا أنا بريرنا هرت سعد للكس هذا اسمه يقانان ورك سيف عون وده جيست برامج كان إسقارسية للكس على الكلام للكس هرت نما كان سعد كان متق أنا دجال كولا دجال كواح كتيرة إذا ما دراويش تقل مدق بكتيرة ولي بقول تلا كويلات راد بكتيرة أنا ورك كمسر يستو إذن كبطلان قرب كما يستطان واحن واهل تفيوية ورير عالم ومين لدهو لالكسو دار حتى معها وواليك قول مدو ما يمان نينك هذا مقع إيسا أنيشي يوسف الشيخ المياره واكاسا وحلالش ولادك قالك عيل قدري جريو شبابكو قرحين جريو مولادش وواليك صوقر لالكسو وانقاعد كاذي هويا أنباء قدر صنو دقالك عورتا نين قردر المقو ليستو نمانكا سعد يقا قردران ونمانكا لالكسكا قردران بابورتي بطلان اي سي سي او سقالك قاري اها ولي الشباب السيقع لي له حال ما لنا الشباب حبتكم يريدين هذا انا دقالك انا وحا وسعد ما نوال بدقالك وصو قاضي اهو حسن الشيخ محمود فشلية شالا يدنك حسن بسيب امسيين روب لا حسن الشيخ محمود بسيب امسيين هادا عرقت سعد حبتكم وصو ريدي نينها ويا ما كرسي وكفر ليا صومالي اوقر ريانيا صومالي مرخان تيما كاهدين دل كان فرماتو تشوغي شانسانو oo leel kasana farmaajo la socdo wili miy aartay leel kasa xabad ku riday sacad waa may dagaalka waxa gardaran in gardaran ma guuleysto sacad baa gardaran waa sababta waa sababta maanta keentay in meedkooda lagu wareejiyo nimankii ahaa bisha cas saaka meedkooda hadda la wareejiyo hadda waxaana meedkii mas-uuliyadeeda qaaday ninka gudoomiyaha ee degmada Galkacyo miya liyaado مجيء إسحاق نيكي قدومي قال دقب لبلا أنا بعميت كي ما توريت شيء كل بتشف صدق ينيك قال دقب شوها ولا يدور تقول كله قولي سنتري سعد يلا الكسر أنا رنت عدين شيء جاي هل الكسر عضك ولي ولا شر هل على مؤمن يو سعد هل على مؤمن بعضك لكن هل على مؤمن هل قلت باللي هذا عدين شيء جاي إلا ضوام حي اللي يهين سعد هدوكو عرره لما عيرسله هدو سعد عرره ولي لما عيرسدو ما تقانان هدوب السعد بمدح لكعه او يستاقه او عرره للكسو
لكن ما دبك عو على سيدي ما فرح ولي اسكورد بالله سيدي ما فرح أرد 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 بالأرد ما لك وقعدوا اسكورد ولي سيدي أقول كي واحد قشعت ترى سجل بالله لكن هذا كذا بك عو وان هل كيلومتر أنت أنا قارين سجال قاري أما سيدات سويا وقول يا هن إيش عينك كوبلات هذا باكو سوا فوفيا وادغن كولوي لباتو ويل بالغو صدريا صدن ويل بالغو صدريا هذا سكور دي حبت كوكو بلابيان ومركز دمنا مركز حبت ساعة سعوت الناحد شيان لابد عقود بحك ديان هذي وهبسان ميسين دمك ماشي كور ديان هكذا بكعي سا هكذا بكعين مكعي سعد سعد ملح قادم مارد هكذا بقادم هكذا بقادم هذا برتها سوي سيور دي نبركة وحكا قلو فلت كرتد كقلو فو هكذا كذا بكعضو عير ستو ولو نمكي قوتدي قوتدي كوي لاتناد ودقال كان كجرتا باكو صافو فيسا مركا للكاسة سيرتا كليا كمقان هذي ساعد كوكعو هكذا بكعين برتا هذا كقهر هبا الراعي مبا وحبا هكو درسن هلكا هم كيستاك مركا سومالي انا وشيقي يه نمكا للكاسة ولي قردريا نقردريا نمكوليستو واسوابت ما انتا كنتي عيالكي دماء او ساعدكو كدو دي تشعبركو يالي انعاو لقضي او قبل للكاسة ولا للكاسة انتا كنتو مريا دقال كاس مشاري ساسو داعي لما كان دقال كي يغشاري سوقا نقل درن مقوليستو بانكو عاو باقو ودريا قرع ستادة للكاسة باقو ودريا نما يو بطلان يما تشارتان قرب كيه لميسان بابورتي نما كان لسيي يقول لأوجيا إني ديان كسو ويريان ما لنا عالشاب يسوق قادن والتقني كده أهيد بين نمان كان حدا هيستان ولي رساس مكايسو قادي بطلان وامي ولي إذا المكاقية بطلان وامي كوة اللي الكسي بطلان كتير ويحي كاقبان يعنو ما قانع إذا مضى ولي أنتا ماشي كبح دان أرد فرين تتاقع أو تلكين وهي لي واحد رمت يدين شيئا ويديني أنتا ماشي كاكع دان أرد تلكين وهي لي ولا الكسي وهي لي قناع ستادة اللي الكسي نوحان لي يعني وروح اسدقاليا وهذا المؤمن يروح اسدقاليا قل مدوق وقل مدوق ودنوي دقال كان سليمان كمان مقنع انك ودي قبدوي او عير كمان مقنع او سرور كمان مقنع اديركو دا كوتير ددوبله اديركو ددوبله كوتيره وركه لغا مسريستو انا نمان كان كو شيغي حب او حبد كولو شباب كحبد وريده وي ددوبلو دقال كان وا كوتيره بركه adigana hal jifi baa taa yahay hal qoys ba maalin kasta guul keenaysa maalin kasta rag iska dhacaysa maalin kasta deegaan qabsanaysa adoo leel kasta waa sababta magac iyo masiba maalin bay baxay waxay kugu baxday weeyay waxay kugu baxday darbi daarood weeyay marka keeli meesid gurmad nimankan ma jeertan keeli mees oo butlan gurmad keeli mees ana runtii ku sheegay garab waxa u doonata ganacsatada leel kasta u doona garab iyo dhamaan wiil kasta iyo قبل كستو ولا الكسابة على يور نما كهذا من ودق الله ما يعني أهيلي نما كسو نما حس كعلي نما كالله هيليو أنا نما سعد كهذا قوي سعد كم ترتين كوا كهذا قوي ورك اللي جمس نجسته لكن سعد للكسة أنا هذا من أكتر سقري كم أشوف سنكر بين بنفتي سو شيء بين بنفتي سو شيء والله عظيم دين ورب الكعبين ورك سني سرين سعد نفتي سو بين بو شيء وصاحب ذيوي سعد أنا لا يبضيه ولي جيب له عشي ولا دقنايو ولا سعديو ولا عنايو ولا قرابني لكن سعد ويل هذا المؤمن يا طبعا سعده ويل كهذا المؤمن باقي السن طبعا نينو سعده طبعا سعده ويل كهذا المؤمن ويل كهذا المؤمن بحني ويل راي ويل كهذا المؤمن ظلم كوسا ويرري معي او كبر كوسا ويرري معي هذا فيري ما له حكم كثير امام لا الكس كثير سيا بدل انا دو نبطكو باقي معايا اولادكو باقي معايا واحد ودحيسو خريس نوما بل ما اولادنا هذا كيسن كريم نمنا هذا كيني كريم بل كور ما انت عاركي وضي ما جارتين عيو ليه مركو عاركي ان ساعدك لك عيو ليه ها ولا ريال نبدا هلا الى عليو اذو فتاة الى شنيو اذو فتاة للكسكة الى شو وضي قاق عمر وحمودو هلا يو اذو فتاة نيو للكسكة الى شو اذو بدر انت حديك الارض صورة ساعدك اما اللي انت الرعب يقول له ده عاد بي أما سيد المصدق قبي لليك صور ليه صور رعب عن كلية هديك اللي سمع ما أنت اللي من اللي الكسر جاره نبض على قش قش ولا على عنو نهاي درس بانو نهاي ولا أنا بدأ سعدي ذي أبوك فتلا قشنت محاكو فريسة شن تجرب أنت أنا والله دحدي يا شن تبى سعد شبي نبض شن تبى سعد بقى شبي مركع تلا أنت أسكت ديسان أنت تلا أنا ما أقوله تاني أنت تلا أنا ما ذا وتجرب تاني بقى أنت أسكت ديسو ولا الله كامس نمك هديك على كوتشيرة وعافك يا ربح
سعد مالنتي عفقا كباها كسو قادان ويلادان والك الاد كان جري واس ديبنا كاسو لوينا تلا انجري انت كده حيث صوما ربي وحبر رورا مننا إلك داقا حانكا كين سعد وعي عوضها يانيو وعي عوية كسو يلقران انت باها كسو يلان كل بابلك في قرادة وجرتين ووضع دومانا يان ما انتو كرا ما انتو إلاهو إلاهو من الالك إلاهو ما عدا إيشاك إن قوش الالك سو واكر دومانا يان هذا هذا أركان سعد الدبال دقي مركز اللي ولا نمط كباك ولا ريال مركز البلابيا كلي وهذا كان كودوي وهذا كان كوي ده كان كشوبة النوع عاس ده كان إنه جميت كوا نوع عوي رنت أنا وش يجي هذا قال قال كان كان لنا على يا هذا رسك أمس يلا لو قدرنا يا الميت كان هذا سعد اللي قصو يا سيد ميتك سعد كلوس الدنيا بيش عس يسود الدنيا سي يا الميت كان هذا ولا الكسل اللي قصو الدنيا أرنت كوشة يا ويلي لا الكسام على يقف كي نبض كهلا أركتان صلانتك على مذيع نبض له تو نبض مع نبضنا مرة منه نبضنا مرة منه سعد جيت كوجار مراحك قصت صرق مع سعد جيت ألا جيت كوجار مراحك قصت فرينت أصدري أنا أفرى الكسو كهلي جيت ألا جيت كأجار دان سعدو يا ويو شنت على سوشة يا إيه كقصت ديان كل قدر رياس كلا صار الكسام عليه so idinku xashiq maxamuud ku xumaanay soo weerari meesaan dad deegaanada maxasan baqaf deegaankii ku siin kara xashiq maxamuud soo aanu xasan lama socdo ma deegaan daarood leeyahay xashiq maxamuud bixin kara kiisi ala shabaab ka haysta kiisi ba ala shabaab ka haysta kuu tolki ahana meesha la shaqeyn lahayn waa kuwa dadka soo weeraray marka waa ayaan daran lixaad kale marka waxaan leeyahay leelka soo meelka soo joogtaan ganacsatadiina iyo iyo antilayaashin iyo gabdhiin iyo wiilashin waa ogaa waa saga frantiin saacad iska dhaafay wiil dhawaa saga frantiin wixii darbi daaro lagu yiri weeye laakiin mid baan ka cusanay waxa weeye gurmad dhaqaale hubgata iska celiya butla awl bidan garab ka helin baawurti la siiyay baawurti saacadka la siiyay oo leeyahay alshaab iska celiya gps ka daasa u galisid lix baa wax taagan dul taagan een saaxa qurun dul taagan waa lix tiknikowi oo dhishikiyaal saaran yihiin dishikayaasha xabadi wax la siiyaa 8000 oo dollar baa siiyaa waa ku eritreyaanka een ku laga iibiyay weeye nimankii tagreega laga soo iibiyay weeye dani baa siiyay wuu oga in nimankana aysan ashaab la caadin ee deegaanka soo weerarayaan wuu oga wuu la socday uu ka dhareegsana maanta ne saas waxay u dul taageeyeen saax qurun baa saa u dul taageeyeen saacad baana wata waa lix gaariyo kamid saddex gaari wax kuma qantaa hiiraan sagaal dishi ku siiyay هل مالنا هل مالنا سعد هل مالنا ما أوصل للكسر حتى الرصاص ما صين وزير حنا ومالي يدعى يقرم يا حبا كلا أقول حساب تبع قوم ده مركز سنين دول كان ولي قال نين نلا دو صار مار الدو كلا أنت صار نين نلا دو صار مار نين عمر حمود دمن على الله بانك أفتي رم هذا بانك لا دو صار وزير كي مالي يدعى للكسر ورنيك نيك ككعية ورما جرتين ورنيك نيك ككعية كرسي سوى كعية محيط هاي كرسي الوضع فرديو ما تيرتان إلا الكسم يا كرسي قاعدة كرسي قاعدة مالا كرسي إلا الكسم على سيئي سيئي لو سيئي شرفتها إن إيشي إن وعيان در لحاد كذا لوي وسير كده ماي مالي يد بقول كل عدي كلي وقاتا سمنار هدي اللي بحيو واحد بحيو ربنا عدا بحيو هدي إن إيشي ميال لقاها اللي ربنا عدا بها اللي هدي دقار يحساب نقطة ربنا عدا بها اللي ولا يا اندرا هذا ولا يا مارت ولا يا دجال اللي بحمل جودي به لكن ليلك سبعة سيان قرار على قول بتر مايو ولا ليلك ستلو تلو أنا وعد بعد كوجي اللي يا هدي أي نقطة أن من كاس مدق إذا لدى جني مشرتين يبقى يي حيران درع يدنا درع يد ثيق ويانا إذا ما دنا بدفان ستة وسامس وكعنا أنا قلنا دجالك سبراي ران دجالك وقلنا وليم والله الله بلاهين waa inaan ka isqabsan maayaan oo nabad ma rabaan bas leeyahay shantaas hadda labaas waxa Sheikh Maxamuud u hartay wax un gacanta idin soo galaan bas leeyahay oo kuwa meed kooda maanta bisha cas bariyo soo leel kasta laga bariyay waa ayaan darin lixaad kale la weey inta dagaalka uu socdo waxaan ballan qaadaya inaad si sax ah wax idin kugu soo gudbiyay meesha ay wax marayaan halka waxa ka salaamayaa ninkii halka runta ka sheegay saacadka yiri talo beenta intaas ka deenow yiri waa naga guuleystay tan beenta iska deynna buu yiri si caadi ah u dhahna buu tolaay yaa wiyaay kani meen saga tolaana ina cilmi yarow marka tiraa tolaay yaa wiyaa leel kase usoo moog inuu markaas daarada dhan helay ogaadeen 16 meen ku jiraa ay aan darar marka inaad nabad qaataan alaadi ku duwanow nabad ma rabno nabad idinkii waxa aad taraysaa leel kase
نبض مرة بقول نبض لكن سعد وحوين بيوجيسة وحوين ونرى يقص يحضر هو رقالة كويل بنبض سعد وجيسة والله أنا سعد واقعنا ده مرضى مرة ده عركتي سعد وعرية سيد الشلو كلا هكذا بأردي أمرك شنو حبك قاسي لفه هذا وصلان لكن ده كذا بكعه وأني ما تأذن لكن ما ده بكعه ولقى كذا بكعي سعد عرية ده عركتي قلت لك إلى ثلاث بدوش سر وتاجن قلت لك إلى ثلاث بدوش سر وتاجن مرك سويه كوا سدد سدد سو بحال مرسالة قوسة أفوفية مرك عرتينه كعي كار هدول يستاجن كويا قلب كي كلو دولي كان دوستا يا كاس كي تلقوا واحد عظيم يا الله ما تمان ويرش بالكمي ده باويل تليا او صوماليا با اثيوبيان صدح كل يوماس هذا كوير كلو وريك كلو وريك بكوير ارتا اكو دير سد ويل كاس ان الك واحد كسلام يعني كعلى غودلاوي واحد كلو كسلام يا دولده فدرالك غورمان هلي جيرني دولد حدود ايسا gormeen heli jirnay dowlad u sheegta in dalkan uu Soomaali leeyahay uu soo Itoobiyaan lahayn wiil Itoobiyaan markii lagu yaa kala wareeg arti inta xun ka xumaaday inta qiyo lacayo wadxiyo weey soo wale uu kala wareegay marka aragta marka halkan Hamse oo runtii wax badan ka hadlay dowladnimada Soomaaliya laakiin Soomaali ma fahmayso dowladnimada uu ka hadlayo Hassan oo dagaalkan Itoobiyaan ka toos u galay labadaan halka uga maad cilay waxa leeyahay dalka idinka ka masuul ah dalkan idinka ka masuul ah saad Itoobiyaanka uga dhaxayna madaxda hore ee Soomaaliya taariikhdeedu xuseysa maanta di qofka ku diido qabiilada kugu diido ee ishay anuu qabiilkina waa qarankina waa qabiilkina waa anuu Yaquub saada qarankina waa odanta qaranka waa aqaana qarankaygu wax iga geeyo waa aqaana bay anagu aan kala geeynaan waa aqaana laakiin waa ku dirsaday noloshay ma arag baan ku yiri maanta afartan xogaa ba jira waligaa ma arag baan ku yiri qisa waa ku maqlay waa hore waa aan dawladda ay waa maqli jiray dalka bila fiisa lagu ma soo gali jiray waa maqli jiray laakiin maanta aniga ugu horeysa ciidan Itoobiyaana oo wiil yar ah oo Soomaaliya intuu istaagay ma tamaan oo yiri adeer kale wareega gali meesaan magaalada gabdhaha ay u tagi meesaan diinteeda ku soo xad gudbi meesaan dhulkayaga qaadan meesaan sharafteeda ciisa ay ku tuman meesaan kale wareega biyo oo amar madaxweyne biyo kale wareeg wallahi billahi tallahi madaxweyne sameyn lahaa iyo ra'iisul wasaare ku dhiiran lahaa iyo ciidan ku dhiiran lahaa horta ciidanku muraal wuxuu haystaa markuu madaxweynuhu waxaan dagaalka wa dhab ka tahay nima siyaasiyiinoo fashilmayo debaashan ku fashilmayo baray u qaadaan waayo ninka hadduu kaa fiicnaado waa laga haraa ninka hadduu kaa fiicnaado ninka ragga adaar diru kaa fiicnaado waa laga haraa marka halkan waxaan leeyahay dowladda federaalka maanta talaabo weyn baa qaadeen haddaba shalay ma tamaan ay ka celisan Itoobiyaan horta halkan inta kale idinka soo celin karay soo celiyo dalkan inta kale Soomaaliyeega horta iska heshiinaysa hays disho waxba la kala jiijidanaya oo iska heshiin doonta laakiin idinku arrimahayna dibadda meel fiican ba maanta aad kaga haysaan halka kaga hay kii aan adeerkay waa dhaantaan horta mid anagana soo marayo farmaajo la dhaho isagoon baa sidii naagihii yar Ashraf la dhaho hadda soo baxay oo yiri la yiri meek abu sameeya oo dadku qaar leeyihiin waa khaniis iyo farmaajo wakii alla wax ka dhefsiyowey farmaajo iyo kaas wakii alla wax ka dhefsiyowey shan sano meek abu wuxuu ku mashquulsanaa iyo timo beerayo daldana waa loo dhiibay marka Soomaali Itoobiyaan iyo Abiy Axmed wataa war wuxuu ahaan yahay maalinna hadda badayda in lagu qabsado isaga sabab